السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بدرس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درسنا اليوم نشيد جميل جدا ومشوق بعنوان أصحاب في القلب. بعنوان إيه؟ أصحاب في القلب. يلا نقرأ مع بعض. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب. يلا نقرأ مع بعض تاني. يلا يا أبطال. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب. يلا مرة كمان. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب. أحسنتم يا شطار. النشيد بتاعنا ده نشيد جميل جدا ومشوق، بيتكلم عن أصحاب في القلب. بيقول إيه النشيد؟ بيقول إن إحنا لينا في الحي، في المكان اللي إحنا بنعيش فيه، لينا فيه أصحاب، وهم في القلب إيه؟ أحباب. هم موجودين جوه قلوبنا أحباب، وإحنا دايما لما بيكونوا مرضى أو غايبين بنسأل عنهم، لما بيكونوا تعبانين أو يكونوا مش موجودين بنروح ونسأل عنهم باستمرار. وكمان ايه يا اولاد، احنا بتجمعنا في المدرسة بتاعتنا وبتجمعنا الالعاب بتاعتنا، بنتجمع على حب ومودة. كمان ان احنا في الحي يا اولاد بنلاقي فيه اصحاب كتير قوي في المكان اللي احنا عايشين فيه، وبنلعب مع بعض وبنكون بنحب بعض، ولو واحد فينا مش موجود او واحد فينا مريض بنبقى زعلانين جدا عشانه. يبقى نقول مرة كمان. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب. يبقى يا اولاد زي ما قلنا ان احنا في الحي بتاعنا او المكان اللي احنا بنعيش فيه بيكون فيه اصحاب واحبابنا، بنلعب مع بعض، بنزعل جدا وبنسأل عليهم لما بيكونوا هم تعبانين او مرضى او حتى غايبين. كمان احنا بنتجمع على محبة في المدرسة، وبنتجمع واحنا بنلعب بالالعاب. تعالوا معايا كده نشوف المفردات. لنا في الحي اصحاب وهم في القلب احبابه. الحي يا اولاد هو المكان اللي احنا بنعيش فيه. طب وجمع حي ايه؟ شطار احسنتم. جمع الحي الاحياء. جمع الحي الايه؟ الاحياء. طيب هنا يا اولاد مفرد اصحاب ايه؟ مين هيقول لي؟ احسنتي، بتقول لي ان مفرد اصحاب صاحب. احسنتي. طب وجمع القلب؟ القلوب. احسنتم. طب كلمة القلب يا اولاد مين يقدر يقول لي اللام اللي فيها لام ايه؟ أحسنت. لام قمرية، لأن حرف القاف من حروف ابغى حجك وخف عقيمة. أحسنتم. طب أحباب مفردها إيه؟ شطار يا أبطال. أحباب مفردها حبيب. أحباب مفردها حبيب. ونسأل عنهم دوما يعني باستمرار. دوما يعني إيه يا أولاد؟ باستمرار، إن إحنا على طول بنسأل عنهم. لو مرضوا وإن غابوا فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. وجمع مدرسة يا أولاد؟ أحسنتم، مدارس. طب ومفرد ألعاب؟ لعبة. شطار يا أولاد. طيب مين يقدر يقول لي ماذا يجمعنا مع أصحابنا؟ بيجمعنا أصحابنا إيه؟
احسنتم، بتجمعنا محبتنا، يبقى بيجمعنا اصحابنا، بتجمعنا ايه؟ محبتنا. طيب اين نجتمع مع اصحابنا؟ بنجتمع فين مع اصحابنا شطار؟ في الحي او في المدرسة؟ في الحي او في لين؟ في المدرسة. طيب ماذا نفعل اذا غاب الاصدقاء؟ لو اصدقائنا غابوا ما نقلهمش، نعمل ايه؟ احسنت، نسأل عنهم. يبقى اذا غاب الاصدقاء عنا نسأل عنهم. طب نركز معايا كده، لنا في الحي اصحاب وهم في القلب احباب، ونسأل عنهم دوما اذا مرضوا وان غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب، لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب. مين هيقدر يجيب لي من الأبيات دي يا أولاد كلمة بها شدة؟ مين هيجيب لي كلمة بها شدة؟ أحسنت. الحي الحرف المشدد هنا هو الياء، أحسنتم. طب كلمة بها تنوين، أحسنتي دوما. طب التنوين هنا نوعه إيه يا أولاد؟ شطار يا أبطال، التنوين هنا بالفتح دوما. طيب كلمة بها مد بالواو، غابوا وممكن يكون ايه؟ مرضوا، أحسنتم جميعا. طب حرف جر، احنا خدنا يا ولاد ان حروف الجر عندنا 5 حروف منفصلين وخمسة متصلين، مين يقدر يذكرني بيهم يا ولاد؟ أحسنتم شطار، سمعهم بيقولوا لي من عن الى في، ايوه، وايه كمان؟ وعلى، احسنتم. طب المتصلين الباء والكاف واللام، شطار يا ولاد. هنا حرف الجر بتاعنا هيكون في، احسنتم. طب كلمة بها بقى مد بالالف، شطار، عندنا اصحاب واحباب والعاب، يلا نختار واحدة، أحباب، شطار يا ولاد. طب كلمة بها لام قمرية، مين هيذكرني بحروف اللام القمرية؟ مجموعة في جملة ايه؟ أحسنت، ابغي حجك وخف عقيمة. وفي جملة كمان أسهل منها، هي ايه؟ جحا فك مخه وقع، أحسنتم جميعا. طب هي ايه الكلمة هنا اللي فيها لام قمرية؟ القلب. اللام هنا جاءت ساكنة ووراها حرف القاف من حروف اللام القمرية، أحسنتم جميعا. يلا نفتح النشاط بتاعنا، نشاط رقم 1، اقرأ وعبر، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا. عايزين نرسم رسمة هنا بتعبر إن إحنا لما بيكون لينا أصدقاء بنروح ونسأل عنهم، أحسنتم. هكون رسمتنا إن إحنا عندنا صديق مريض وبنروح إن إحنا نزوره ونسأل عنه. فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب. يلا نرسم رسمة بتبين إن إحنا بنجتمع مع بعض في المدرسة، بنلعب مع بعض، وممكن كمان نرسم رسمة إن إحنا بنتعاون مع بعض وبنزين المدرسة بتاعتنا والفصل بتاعنا، شطار يا ولاد. طب السؤال اللي بعد كده بيقول فكر في كلمة لها نفس الوزن، كلمة أصحاب، عايزة كلمة من النشيد بتاعنا على نفس الوزن، شطار، سمعهم بيقولولي أحباب. طب وكمان واحدة، أحسنتم، ألعاب، برافو عليكم يا أبطال. طيب ضع كلمة أصحاب في جملة مفيدة، عايزة كلمة أصحاب في جملة مفيدة، أحسنت، بيقولي أنا ألعب مع أصحابي، شطار يا أبطال. قدامنا دلوقتي رسمة في نشاط 3 بيقول لي عبر بأبيات من النشيد، هما دلوقتي عمالين بيلعبوا مع بعض أصدقاء وأحباب، عايزين من أبيات من النشيد بتمثل المعنى ده، شطار. فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب، لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب، أحسنتم جميعا يا أبطال، أحسنتم جميعا. تعالوا نقول مع بعض مرة كمان النشيد، لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا، فتجمعنا محبتنا ومدرسة وألعاب، لنا في الحي أصحاب وهم في القلب أحباب. بكده يا ولاد يكون نشيدنا النهاردة خلص،
ودمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.